تربيت روح العب لك بعيد عدن دي مسالة لا سلاح ولا رشاش لانت ولا عفاش اني هنود دخلة ما نبالي يا حوتي يا شيطان راكن على ايران جوك بلادي فاروتي نعيش مريم في حلق السماء وعنه تفتش قالوا عدوة أبد العدوة طيبة السماء على قبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي الفاسدين. فاسدين طبعا الفاسدين هذا مصطلح يستخدمه صاحبنا الحوثي بليري الفساد حاجة مش حلوة خالص، كلنا عانينا من الفساد، والفساد له 30 سنة باليمن قبل علي عبد الله صالح. يعني منو اللي عمله؟ أكيد علي عبد الله صالح فاسد الأكبر، أبو الفساد، المزاج حق الفساد، متعة الفساد. طبعا لما عملنا ثورة في 2011 علشان نقتلع الفساد حاولنا طبعا وعملنا الثورة ومشى علي عبد الله صالح، بس مشكلة أنه كان الفساد متغلغل من جذوره لأطرافه. مشى علي عبد الله صالح بس الفساد جلس، قد منغمس متجذر على مستوى ما يعني خلاص تحول الى ثقافه. اجى عبد ربه حينب، كان البترول مرتفع، مدري ما جرى صنف هذيك اليوم، رفع البترول الدبله 3500. واسمعوا لكم الثوره القادمه من صعده، ما انا كشفي ارتفعت 500، مواطن بيعاني معاناه، كيف ما ننزل نقومش لمعاناة؟ أنا قائد مسيرة قرآنية لازم يلتفت لمعاناة المواطنين. بجرأة جديدة، برفع للأسعار، بالتضييق على الناس في معيشتهم. طير يلا، حرر صنعاء من الجرعة، حرر صنعاء من الجمعة، ويكتب التاريخ إنه الذي أسقط الدولة والعاصمة والرئيس والجمهورية كلها هذه. تخيلوا إنه هذه غريمنا. قريبنا الخمسمية اللي كسرت ظهر اليمن، أقوى 500 في العالم. انتصروا ونقصوا الجرعة، نقصت 500، قريبنا قضينا عليها 500، دمرنا أبوها وانتهى عهد الجرعة وانتهى عهد الفساد، خلاص انتهى. إذا وردي شفافية احنا نجلس مع ايام الدكتاتوريات مش نختزالك لحظة وانتهى عهد الدكتاتورية، خلاص ما في دكتاتورية، انتهى خلاص، قد قام حرر اليمن من الخمسمية، انتهى عهد الدكتاتورية. خلاص انتهى عهد الدكتاتورية وانتهى عهد الفساد، ما عاد فيش طوابير ولا عاد في أزمة بترول، خلاص انتهى كل شيء، انتهى. لا تشتكي عدك وعد، لا تشتكي البترول، فين راح الديزل؟ ليش الطوابير هذه كلها؟ فين البترول يا؟ فين البترول؟ لكن نتيجة الظروف التي حدثت في عدن والحصار المفروض الجائر، نعتبر حصار جائر على اليمن، تم أعلنت شركة مصافي عدن ظروف القوة القاهرة، وبالتالي لم تستطع أن ترحل إلى منشأة الشركة أي كميات. الحصار. حصار، أيوه قلت لي. الحصار الجائر، بس بعد في مساعدات وفي السفن هذه اللي سمحوا لي تدخل، وهذا فين راحت؟ فين راح هذا البترول؟ فين؟ كيف الشاصط حقكم تمشي والسيارات الثانية ما يمشينش؟ الشاصط مثلا يمشين على المسيرة القرآنية، تقرأوا عليهن وين يمشين ولا كيف؟ البترول اللي يقولوا انه مهلوش بسبب الحصار تخزن
لأنه خلاص الحوثي الآن هو مسيطر، فيقدر يتصرف بالاحتياطيات هذه كلها ويودوها يخزنوها، يخزنوها مش يخزنوها به، يخزنوها يخبوها. وبعدين لما جينا شفنا هذيك الطائرة قالت قنصت حقهم هذا ووقعت الانفجارات. أوه يعني طلعين عندكم تعبوا بالمثيرة القرآنية والمواطنين هذوم ومعاناتهم والكذب على الناس والحصار مش خلاص سمحوه مساعدات إنسانية، قالوا تدخل ودخلوا البترول والديزل، أين سرح؟ سرح عندكم تجلسوا له بس تكذبوا عاد باقي المصيبة الثانية. سعر اللتر الديزل بكم؟ اللتر اللتر اللي هو شفت الدب الشملان أكبر من نبشو اللتر، سعره الحقيقي الطبيعي الذي اشتريه احنا ونبيعه بالله، يعني اشتري الدولة وبيعه المواطنين، سعره 150 ريال اللتر صح؟ ايه 150 ريال. بكم يبتاع اليوم بالسوق السوداء؟ ب 650 ريال. كم الفارق؟ 500 ريال. كم تستهلك أمانة العاصمة؟ بحسب كذا مصدر مدري يطلع كذا بنقتل أبوه، تستهلك 2 مليون لتر، أعتقد عدد كبير صح؟ مبالغ فيه بو. ايه 2 مليون لتر، 2 مليون لتر يعني كم دبة؟ 100,000 دبة معقول، قسمة على برميل 2 مليون لتر، الفارق حقهم 500 ريال باللتر، يعني بيطلع رقم كثير أقدر نحسبه مليار تقريبا بيطلع. فين يروح هذه البيئة؟ عند اللي يبيعه. من اللي يبيع الديزل بالسوق السوداء؟ طيور الجنة مش أنصار الله، لا 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 لا، ولا الحوثيين، لا لا، المندسين اللي ما حدش داري منهم، الدواعش، الإصلاح، القاعدة السعودية، هم يبيعوا بالسعر هذا. على ما تكذبوا أنتم تشلوا الديزل تخبوا البترول تخبوا وتبيعوا، يعني يجلس المواطن يطوبر علشان يحصلوا ب3000 هالجرعة يا أم الجرعة. كان يعني من أول عادوا يطوبر يحصل، ذحين يطوبر ما يحصلش، ولما يحصل يخرج السوق السوداء يحصله، يحصل الدب البترول ب10,000 من عند من من عند حقكم المقاتلين من الجيود الحربي. هذا مش فساد، هذا جهاد في سبيل الله يا إخوة، يا إخوة ركزوا، هذا جهاد في سبيل الله. المجاهد هذا وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. حلوة يعني إيش الباقي من تعذيب الزياد من كذا؟ يعني يتعاملوا مع المواطن هذا أنه كافر، عذب أبوه للطرف. بس إذا معك بطاقة أنك من أسرة حلوة كذا تنتسب إلى نسب شريف توصل لك الدب البترول لباب البيت. شوف هذه السلالية الحقيقية. عندك كلمة طيبة أقولها؟ ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر أنت بتقول لي إيه؟ مش فساد هذا، مش فساد. لأنه شوف أنت لما تعمل حاجة مش حلوة وتقرأ عليها قرآن مقري مقري، يعني هذه مسيرة قرآنية، يعني تقري عليها، تقري عليها لو في بيجين لو في بذات خروج وتبقي حاجة حلوة، فما فيش. يعني هو لما يجي يعمل فساد بعدين يقول قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، المعوذات، وحي على خير العمل، وهذيك الحاجات حقهم، تمشي الحال ما تبقيش فساد خلاص. يعني مثلا أنه مثلا يقول لك يلا جيبوا للمقاتلين حقنا، يعمل لك كذا منشو اسمه محمد علي الحوثي يعمل مذكرة انه يجيبوا للمقاتلين كرامية شهر لحقهم مو يصرف، يجيبوا لهم كرامية شهر 37,000 مقاتل، شوفوا عادوا الفساد حقهم، 37,000 مقاتل انت مجيبوا معك 37,000 مقاتل من قدك الان بامريكا، قال لك 37,000 مقاتل ماشي، ايوه ايش بتجيب لهم؟ كرامية شهر من اين؟ وقفوا وقفوا اي صرف ثاني الا بتوجيه من رئيس اللجنه الثوريه، ولا تدوا للمواطنين حاجه، مدرسين لا يستلموش، ما شوف اي حاجه في تعليم ولا صحه ولا ده. ما مش حقهم الكلام هذا، قبل المقاتلين هذا واللي جالسين يدمروا البلاد، ما هوش فساد هذا، ما هوش فساد، ميزانيه الدوله، قل لك هذول بيصلحوا البلاد. واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق، مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس. الفساد الحقيقي انه ايش؟ شوفوا عبد ربه مثلا جننوا نحن فاسد فاسد، ليش؟ لانه مثلا شوفوا الفساد انه ما يرضيش يوقع قرار تعيين الصماد نائب رئيس الجمهورية، هذا فساد. انه ما يرضيش يوقع الورقة هذيك المجنونة اللي عملوها الحوثيين 50 واحد يشتيوهم رؤساء مؤسسات ونواب وزراء وكلا محافظات، يشتيوا بشو يدخلوا بكل مكان في الدولة
هذا الشراكة حقهم، هذا فساد. ابن عبد ربه ما يرضيش. تقديم عبد ربه استقالته لأنه الجماعة حاصروا بيته ودخلوا صنعاء، هذا فساد. بحح اللي قدم استقالته وروح، هذا فاسد. الله، وانتم سرقتكم للبلاد هذه كلها من طرف إلى طرف، مش فساد، مش فساد خالص. الغاز مخبأ وما حدش داري عينوه. أبو 1500 مهلوش، وأبو 5000 هلو. عادي، إحنا بنعمل حلقة على الغاز. الغاز هذا قصة. الغاز أصلاً ما لهش دخل بالحصار. الغاز من عندنا محلي، إحنا نصدر كمان. كمان إحنا كوريا معتمدة علينا بالغاز، ما يحتاج لا حصار ولا ملقين، هذا من عندنا. المهم يا جماعة، شوفوا، هذو من الناس مش فاسدين. ما حدش يقول على سيد عبد الملك فاسد. والله إنه فاسد، بس ما حدش يقول عليه لأنه قرآني. وزي ما قلنا قبل شوية ونكرر الآن وبنكرر بعدين، إنه مسيرة قرآنية ما هيش فاسدة. يعني حتى ولو سرقوا ولو قتلوا ولو نهبوا، بس هم كذا قرآنيين. يعني زي ما قلنا لكم، يقرأوا القرآن على أنفسهم، يخرجوا الجن، وفي في في ثقافة قرآنية ما ماش دخل. المهم، الفساد قلنا مش تمام، وهذا ما جاءوا يحاربوا الفساد، بعدين رجعوا فاسدين. وهذه يعني قصة عجيبة غريبة. أكبر فاسد، أكبر مكافح، واحد جلس يتكلم على الفساد رجع فاسد. منو الفاسد؟ تخيلوا، تخيلوا من يطلع بالحلقة. الحوثي بليري، حوثي بليري، حوثي بليري.